انا جاي اقول لك على خروجه حلوه قوي لازم تعملها في الاجازه. من يوم 25 يناير حتى 6 فبراير هيكون المعرض القاهره الدولي للكتاب، واللي هيكون في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليه في التجمع الخامس. المعرض السنه دي بينعقد في دورته ال55 تحت شعار نصنع المعرفه ونصون الكلمه. زي ما احنا عارفين ان رئيس المعرض هو رئيس الهيئه العامه للكتاب الدكتور احمد بهي الدين. المعرض هيتم افتتاحه السنه دي يوم 24 يناير، ولكن اول يوم هيكون مقتصر على كبار الزوار. المعرض يتم افتتاحه للجمهور من يوم 25 يناير حتى يوم 6 فبراير، ومواعيده من الساعة 10 الصبح حتى الساعة 8 بالليل، ما عدا يوم الخميس والجمعة هيتم افتتاحه من 10 الصبح حتى 9 بالليل. لو عايز تروح المعرض انا هقول لك ازاي توصل له. وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل وفرت 11 اتوبيس نقل عام من ميادين القاهرة الكبرى يوصلك لحد مركز المعارض، وتحت في التعليقات هتلاقي خطوط النقل المواصلات لمعرض القاهرة الدولي. سعر التذكرة 5 جنيه، واللي بتقدر تقطعها اونلاين او لما توصل المعرض تحجزها من شباك التذاكر. ونصيحتي ليك احجزها اونلاين عشان توفر كتير في الوقت. وخطوات حجزها اونلاين هتخش على اللينك اللي انا هسيبه لك في التعليقات او في صندوق الوصف، وهتدخل على حجز التذكرة، هتدخل بياناتك الشخصية، وبعدها توصلك رسالة على الواتساب فيها نسخة من حجز التذكرة، ورسالة تانية على الايميل فيها بوابة الدخول واليوم المحدد لزيارة المعرض. معرض الكتاب السنة دي بيشارك فيه 1200 ناشر من قارات العالم و70 دولة مشاركة في جنسيات مختلفة. الدولة الضيف للمعرض السنة دي هي مملكة النرويج، وشخصية المعرض السنة دي هو علم المصريات سليم حسن، وشخصية المعرض للطفل هو رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني. طيب انت لما هتروح المعرض ايه الحاجات اللي هتلاقيها هناك؟ في كتب ورقية وكتب مسموعة، والكتب الالكترونية والمواد الرقمية، صحف ومجلات ودوريات، برمجيات متعلقة بالكتاب والنشر، مشاريع ثقافية، مبادرات داعمة لصناعة الكتاب والنشر والترجمة. وكمان المعرض السنة دي بيقدم للمرة التانية على التوالي مبادرات ومشروعات مع مؤسسات رسمية زي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة. وانت كمان ورايح ومعاك اطفالك هتلاقي هناك انشطة وعروض فنية، مصر وسيرك واراجوز وحاجات حلوة كتير قوي، ودروس فنون تشكيلية وورش حاكي، يعني هتستمتع. وكمان هتلاقي الشاشة عرض سينمائية بتقدم افلام كرتون واغاني ومسرحيات وعرائس وافلام توعية. وكمان هيكون موجود فيه 5 ندوات في القاعة الرئيسية عن التاريخ والتراث والرواية والنقد الأديب يعقوب الشاروني. سيبالك في التعليقات أو في صندوق الوصف هتلاقي لينك حجز التذكرة الإلكترونية ولينك خريطة كاملة للمعرض وأسماء دور النشر ولوكيشن مكان المعرض وخطوط المواصلات اللي بتوصلك لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024. وانت رايح المعرض البس جزمة مريحة وخد معاك شنطة علشان تشيل فيها الكتب لما تشتريها من هناك. معرض القاهرة الدولي للكتاب بالرغم انه بيكون زحمة بسبب الإقبال الكبير قوي عليه من كل الأعمار المختلفة، لكن بيكون فيه منظمين واللي هم بيرشدوك وبيساعدوك لو انت محتاج توصل لمكان معين. قولي بقى أسماء الكتب والروايات اللي انت ناوي تشتريها السنة دي من المعرض، سيبها لي في الكومنتات. لو عجبك الفيديو دوس لايك وتابعني عشان لما انزل فيديوهات جديدة تشوفها على طول.